السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل بنس من فرنسا. هذا الفيديو مخصص لموضوع المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، تعقيبا لخطاب الرئيس تونس الباجي قيد السبسي يوم 13 أوت 2017 بمناسبة عيد المرأة في تونس. قيل عن هذا الخطاب أنه كان خطابا تاريخيا، ولكنه في الحقيقة كان خطابا فضيحة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. والمشكل كيف السبسي تجرأ بالمس بالنص القرآني وبالقول أنه يتحكم في أحكام الله، هذا غير مقبول. وفي هذا الفيديو سأظهر لكم مقارنة بين الإرث الإسلامي والإرث العلماني في بلد مثل فرنسا، وستحكمون بأنفسكم من هو الأعدل ومن هو الأشمل. ولقد قمت بهذه المقارنة بعد بحث طويل ومطالعة طويلة في نصوص القرآن وفي نصوص القوانين الإرث الفرنسية. أنا اختصاصي ليس في الفقه الإسلامي ولا في القانون، أنا في الأصل أستاذة لغة فرنسية ودكتورة في الأدب الفرنسي، ولكني باحثة أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الحق، وأقضي وقتي الكامل في المطالعة والبحث. وهذا الفيديو هو نتيجة بحثي عن المقارنة بين نظام الإرث في الإسلام ونظام الإرث الفرنسي، يعني نظام علماني فرنسي. أنا قمت بهذه المقارنة للرد على الناس العايشين في وهم كبير بأن هناك فعلا مساواة بين المرأة والرجل في الغرب، العايشين في وهم كبير الفاكرين النظام الإرث العلماني أحسن بكثير وأعدل بكثير من النظام الإرث في الإسلام. يعني هذا الفيديو للرد على الناس الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وبالشعارات الفارغة، لأن المساواة هي بصراحة وهم كبير. حتى في بلد فرنسا المساواة غير محققة، لم تتحقق بين المرأة والرجل. في فرنسا المرأة بنفس الشغل تعمل بنفس الشغل بنفس المؤسسة، تتلقى راتب أقل من راتب الرجل الذي يعمل نفس الشغل ب 15%. يعني المساواة هي بصراحة شعار فارغ من المعنى. طوى باش نشوفوا دونك المقارنة بين النظام العلماني والنظام الإسلامي في الإرث. كيف يتم الإرث في النظام الفرنسي؟ يعني في النظام الفرنسي شروط الإرث بالوصية أو بالقانون الوضعي، لأن المسيحية ليست لها أي شريعة، ولأن اليهودية تحرم المرأة إطلاقا من الإرث، لأن النظام الفرنسي نظام علماني لائكي. في النظام الفرنسي يحق لكل إنسان أن يخلي وصية لتوزيع ممتلكاته وثروته كيفما شاء حسب أهوائه. الفرنسي يقدر يورث كلبه، قطته، يهدي ممتلكاته لجمعية خيرية، ويحرم أبنائه من ميراثهم الشرعي. وفي المقابل ماذا عن شروط الإرث في الإسلام؟ وفي الإسلام الإنسان نجم يتبرع بجزء من ماله أو لا يتجاوز الثلث، وأن لا يكون الموصى له وارثا، يعني اللي خذا الوصية من يجمش يكون عنده وارث. وإذا تجاوزت الوصية الثلث إلى النصف فإننا نطبق الثلث عوض النصف، وإذا وافق الورثة فلا بأس أن نعطيه النصف. يعني الإسلام ضمن حقوق الورثة، يعني البو ولا الأم تجمش توصي، تجمش تعطي الورثة متاحة على خاطر تحب تعطي الورثة متاحة كلها لصاحبها ولا صاحبتها ولا لحد من أحبابها. يعني الإسلام حفظ حقوق الورثة في تركة والديهم. وفي النظام العلماني الإنسان عنده الحرية كاملة باش يعطي الثروة متاعه وين اللي شكون يحب. يعني نشوف الإسلام هو ضمن حقوق الورثة. وعن حديث عن أبي
بأمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود أو الترمذي. يعني الوصية مهاش مستحبة ياسر في الـ في الـ في نظام الإرث الإسلامي، لأن الإسلام يريد حفظ حقوق الورثة. كيفية التوارث في الإسلام؟ كيف تتم كيفية التوارث في الإسلام؟ يرث الورثة بالفرض أو بالتعصيب. الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث أو أكثر، والفروض المقدرة هي النصف، الربع، الثلث، والسدس، والثمن، والثلثين. والتعصيب هو الإرث بلا تقدير، يعني العاصب يرث ما بقي من التركة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم. مثال: هلك رجل وترك زوجة وأم وأخ شقيق، نصيب الزوجة ربع، نصيب الأم ثلث، والأخ الشقيق يرث بالتعصيب، يأخذ ما بقى من التركة من غير تقدير. يعني هناك شرطين، هو الفرض والتعصيب في الإرث الإسلامي. والآن كيفية التوارث في النظام الفرنسي. Classement des héritiers par ordre de priorité. Lorsque le défunt n'a pas fait de testament, c'est la loi qui désigne des héritiers et les classe par ordre de priorité. On parle de dévolution légale. يعني الورثة عندهم الأولوية حسب صلة القرب، صلة الرحم مع الهالك. وإذا الهالك ما عملش وصية، الحاكم هو اللي يحكم. يعني أول ناس اللي عندهم الأولوية هم الأولاد اللي ديسوندون، وحتى الأولاد الغير شرعيين. يعني الأولاد اللي جايين من صلة شرعية، والأولاد الأبناء اللي جايين من صلة غير شرعية. النظام الفرنسي يورث الأبناء الغير شرعيين ويعطيهم نفس الحق والسهم بمثل الأبناء الشرعيين، لأن الزنا منتشر بكثرة في المجتمع الفرنسي، والنظام الفرنسي بنفسه يشجع على الزنا والحريات الجنسية والمثلية في المدارس منذ صغر السن، حتى في المدرسة التحضيرية. يعني هذا مش نحكي لكم بطريقة مبالغة. المجتمع الفرنسي يعترف بالحرية الجنسية، يعني حتى الابن غير الشرعي عنده حق في الإرث. ولكن هل هذا عدل؟ هل هذه مساواة؟ يعني الزوجة التي تعبت وقاست سنوات طويلة مع زوجها تقسم ممتلكاتها مع أبناء غير شرعيين؟ هل هذا يصح؟ هذا هو الإرث في النظام العلماني الفرنسي. في النظام الإسلامي الإبن أو الإبنة غير شرعية ليس له أو لها أي حق في الميراث، لأنه ولد من علاقة غير شرعية، ولأن النظام الإسلامي مبني على الأسرة الشرعية وعلى المجتمع الصحيح، أن العلاقة بين المرأة والرجل مقننة وعفيفة. في النظام الفرنسي، quand le défunt a eu des enfants et qu'il n'a pas fait de testament, c'est bien vont à ses descendants à son époux. يعني ممتلكات الهالك تمشي لأولاده ولزوجه أو لزوجته. يعني الأصول ما عندهمش حتى حق في الورثة، يعني الأم ما عندهاش حق في الورثة. في النظام الفرنسي، في حالة موت الأب أو الأم وحضور أبناء، كيف يتم الإرث؟ الأب أو الأم الحية عنده أو عندها الاختيار بين وضعيتين: تجميد كل الإرث حتى يوم وفاتها، سكون أبل إزوفريو دلا توتاليتي دلا سوكسيسيون، وهذا محرم في الإسلام، لأن تجميد الإرث معناه هي محرم، لأن الإرث هو فرض. ولا عندها اختيار في أن يرث أو ترث الربع والبقية للأبناء بالتساوي بين البنات والأولاد، سكون أبل بلين بروبريتي دو كار دلا سوكسيسيون. يعني الزوجة اللي ترث راجلها تأخذ أنكار، والبقية يقسمها البنات والولاد بالتساوي. والآن سنقارن بين ضرائب التركة في الإسلام وضرائب التركة في النظام الفرنسي.
في الإسلام تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى كالأجرة والقرض، ثم ديون الله تعالى وأولها الزكاة، وهي ما يحول عليه الحول من المال وبلغ النصاب ونسبتها 2% من المياه مما تبقى من الترك، يعني الضرائب التي تأخذ من الإرث 2% تمشي للدولة الإسلامية. يعني بعد ما تخرج الديون وبعد ما تخرج كل المصاريف عندكم ضريبة 2% زكاة على الإرث الذي تبقى. الآن نشوف شنو هو الضرائب في النظام العلماني، في نظام فرنسي، في نظام فرنسا. عندك 5% sur la tranche inférieure à 8072 euros et 45% sur la tranche supérieure à 1,805,000 euros. لننظر قيمة الضرائب على الإرث في النظام الفرنسي العلماني. 5% sur la tranche inférieure à 8072 euros، يعني الوراثة يدفع 5% على إرث أقل من 20 مليون تونسية، و 45% إذا الإرث تعدى 1 مليون دورو 805 مليون دورو، يعني الإكيفالون تاع 5 مليارات تونسية. معناه الوراثة يدفعوا شطر نصف الورثة متاعهم. يعني نشوفوا الضريبة في النظام العلماني تقوى ونتزيد الورثة، يعني من 5% تطلع حتى 45%، يعني الدولة ترث معك، ترث مع الوراثة، تقسم معك بشطر، وهذا غير موجود في الإسلام. في أرض الإسلام الإسلام يجبرك على 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 دفع 2% من الزكاة للدولة الإسلامية، وهذه الضريبة، ضريبة الزكاة لا تزيد مع زيادة الورثة. السؤال الذي يطرح، ما هو نظام الإرث العادل والنظام الإسلامي أو النظام الفرنسي الذي باسم حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل يبتز أموال الورثة بإجبارهم بدفع الضرائب المضنية؟ كما شفتوا نظام الضريبة غير عادل، الضريبة يعني الدولة ترث معك، تقسم معك بالنصف. والآن سنلخص هذه المقارنة، مقاصد الإرث في الإسلام ومقاصد الإرث في النظام العلماني الفرنسي. ما هي مقاصد الإرث في الإسلام؟ هو الأكثرية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع. نشوف أن الأصول عندها غياب في الإرث الفرنسي العلماني، يعني الأم مثلا ما تجمش تورث ولدها إذا عنده صغار. والناس اللي تحكي على المساواة بين المرأة والرجل وتحكي على تكريم المرأة، نشوف الإسلام كرم الأم أكثر من النظام العلماني الفرنسي. يعني الأم تنجم تورث على ولدها في الإسلام، ولكن في النظام الإرث الفرنسي ما تنجمش تورث، لأنه تو سامبلومون خاطر الولاد عنده أولاد، عنده دي ديسوندون. وفي نظام الإرث الفرنسي، واحد باش يقول الحقيقة، الأم تنجم تورث ولدها في حالة إذا ولدها كان عازب، ولا ولدها ما عندوش، يعني ما عندوش عائلة، ما عندوش صغار. من جهة أخرى، إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال، يعني الإرث هو الإرث قلنا فرض، ويزم الإرث يتعمل في أقرب وقت بعد وفاة الهالك، وفي هذا الإرث يعني يساهم في تدوير الاقتصاد، اقتصاد البلاد. يعني الإرث عنده أهمية كبيرة في تمويل وفي إدارة اقتصاد البلد. من مقاصد الإرث أيضا هو تحقيق العدالة الأسرية، يعني الأسرة متكونة من كوبل، الرجل والمرأة، دونك الرجل ياخذ ثلثين والمرأة تاخذ ثلث، يعني سهم كامل، ترواتير صافي سهم كامل. يعني المنطق الإسلام هو منطق أسري، يعني ينطلق من منطق الأسرة، لا ينطلق من منطق الانديفيدو، من منطق الفرد. والنظام الفرنسي للإرث كما نشوفه يحرم الأم من إرث أبنائها، ويعطي لابن زنا الحق في إرث الأسرة الشرعية.
يعني واحد يقول أين هي المساواة، أين هي العدالة. بالطبيعة جماعة حقوق الإنسان باش يبكي ويقول لك ابن الزنا عنده حق أيضا في الـ في الـ في الـ في الإرث. هذه مسألة تقعد كمان مسألة غير محسومة. ونشوف أن الإرث، النظام الإرث في المجتمع الغربي مبني على أنانية، يعني الإنسان يوصي كم يحب هو، غياب الأصول، غياب الأم، غياب حق الأم، والمساواة بين المرأة والرجل بمنطق المنافسة وليس بمنطق التكامل بين الجنسين، والضرائب المجحفة، يعني غياب كل بعد روحي، لأن من هذا الورث ما يخرج الصدقة كما تخرج، احنا نخرج صدقة من إرث من تركة الهالك. بعد هذه المقارنة لكم الحكم ولكم الرأي بأي نظام أعدل، أي النظام الإسلامي أو النظام العلماني الفرنسي. وإن شاء الله في فيديو جديد من قناة تونسية حرة على اليوتيوب من طرف أمل بنس من فرنسا.